مان اوف ذا ماتش، رجل المباراه كوكا. خلينا ناخد الجائزه الاول يا كوكا. كوكا عايز ابارك لك قبل ما اتكلم على المباراه، ابارك لك على ادائك مع المنتخب المصري الاولمبي والصعود الى باريس 2024، بطوله مهمه جدا وانجاز يحسب ليك كواحد من لاعبي المنتخب الاولمبي. اكيد الحمد لله، دي حاجه كويسه جدا. الاولمبياد دي مش ناس كتير بتروح لها، فاكيد ده كان هدف بالنسبه لنا احنا واللعيبه كلها. فالحمد لله كلنا كنا رجاله من اول ماتش، حتى في اول ماتش كان حصل تعادل والدنيا نزلت شويه، لكن احنا كنا واثقين من نفسنا ولمينا نفسنا بسرعه، والحمد لله قدرنا. بس في النهايه زي ما الناس كلها شافت كده كان في ظروف مختلفه، بس الحمد لله يعني هدفنا كان نروح اولمبياد باريس وده حققناه يعني الحمد لله. قبل ما اروح للمباراه بقى، وخلاص احنا رحنا للمباراه، كلمني عن جمال الاسيست بتاع الجون الاولاني لديانج. اللمسه الفنيه من كوكا والاسيست، كان يعني كل من في الملعب سقف وحيا كوكا على الباص ده. الحمد لله ده كله في الاول وفي الاخر توفيق ربنا، الواحد بيحاول يعمل اللي عليه ويحاول يساعد الفريق ويحاول يبذل اقصى مجهود. انت بتلعب في النادي الاهلي، فالمفروض ده اللي بيتقدم، ده الطبيعي. اي لعيب في النادي الاهلي بيلعب، ده المفروض ده الطبيعي اللي بيقدمه، مش حاجه مختلفه ولا حاجه جامده يعني. فالحمد لله ده توفيق من ربنا يعني في الاول وفي الاخر. كوكا النهارده مباراه كبيره بتستحق جائزه رجل المباراه، عملت مباراه كبيره. كابتن سيد وانا بتكلمه قال لواحد من نجوم المباراه النهارده كوكا، اعتقد ثقه الجهاز الفني، ثقه مارسيل كولر في كوكا، اعتقد ده مردودها بجائزه رجل المباراه. الحمد لله زي ما قلت لك الواحد بيحاول يعمل اللي عليه، ودي بتبقى حاجه بسيطه يعني نقدمها دايما في الملعب. فالحمد لله الواحد دايما بيحاول ينافس، بيموت نفسه ويحاول يكون موجود بشكل كويس لما ياخد فرصه. الحمد لله النهارده الواحد ربنا كرمه يعني الحمد لله. انا عارف تفاصيل خاصه بكوكا في الملعب وبره الملعب، لكن في فرض انا بستغل وجودك النهارده وبستغل جائزتك ان انا عايز اديله جزء من حقه، وهو والدك الحاج نبيل. يعني اعتقد انا من وانت في الناشئين النادي الاهلي ما سابكش في مره، ما سابكش في ماتش، اعتقد النهارده مهم جدا ان احنا نديله جزء من حقه يا كوكا. لا مش جزء لحقه، هياخد كل حاجه يعني. والدي من زمان هو في ظهري دايما، داعم ليا دايما، سند ليا، فبهديله الجائزه دي، وان شاء الله دايما احاول ابذل اقصى مجهود لي ولامي ولعيلتي كلها. دي اقل حاجه نقدمها ليهم يعني، مش انا بس، لكل الناس. اهم حاجه طبعا عيلتنا، والدي ووالدتي، دول اهم حاجه في الدنيا يعني. بالتوفيق دايما، ومستنيين منك كتير، وجمهور النادي الاهلي مستني منك كتير. شكرا كابتن ايمن. ده كان لقاءنا طبعا مع احمد نبيل كوكا لاعب النادي الاهلي ومان اوف ذا ماتش، رجل المباراه. مباراه كبيره ومكاسب كبيره جدا للنادي الاهلي، اهم المكاسب طبعا حفاظ على الفوز وسلسله النتائج المميزه واكتساب عناصر بتشارك بصفه اساسيه النهارده في ظل الغيابات. مليون مبروك يا كابتن ايمن، مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. مباراه بتنتهي لكن عندنا مباراه قادمه، سواء امام حرس الحدود ومباراه المصري وبيراميدز. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شاوي.